ما بين هزيمة التضخم أو الاستسلام له والتسبب بالركود، تقف أمريكا اليوم لتزداد حيرة الأسواق بعد كل خطاب لرئيس الفيدرالي جيروم باول. بلومبرج إيكونوميكس حللت 60 ألف عنوان مرتبط بما صدر عن الفيدرالي من تصريحات، فوجدت أن باول سيختار التمسك بالفوائد لفترة أعلى كي لا يتسبب بخطأ يعيد التضخم مجدداً، وهو الخطأ الذي أطاح بنظيره آرثر بيرنز قبل 50 عاماً حينما خفض الفائدة قبل التأكد من علاج التضخم. ومع بقاء التضخم عنيداً، أجلت الأسواق توقعاتها بتخفيض الفائدة في فترة أبعد مما كان متوقعاً. الآمال كانت تشير إلى تخفيض قريب بداية النصف الثاني من 2024، ولكنها اليوم باتت تفترض تخفيضها في سبتمبر. التضخم الأمريكي عند 3.5% في مارس بعد أن وصل 3.1% في يناير 2024.